بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بإذن الله نتكلم في الفيديو ده عن الكورس اناتومي البريتونيال فلويد سيركوليشن. نبدأ إن شاء الله بأول كيس كده، واللي هي بتحكي عن 58-year-old man with a history of alcoholism. وإن الألكوحوليزم دي تعمل إنديكيشن دايما لمين؟ للليفر سيروسس. arrive at the emergency room vomiting blood عشان كان عنده مثلا اسفاجيال فاريسس. the given endoscopy reveals اسفاجيال فاريسس secondary portal hypertension عنده portal hypertension and on general examination there is ascites عنده ascites. ودي اكتر حاجة هتهمنا. if the physician wanna examine the peritoneal fluid from which area in peritoneal cavity the needle can be inserted to get the fluid while the patient in supine position. يعني بمنتهى البساطة هنا ان العيان ده عنده بورتال هايبرتنشن الكومبليكيتد باسايتس، عنده اكسس فلويد في البريتونيال كافيتي، والفيزيشن عايز ياخد النيدل اسبيريشن من البريتونيال فلويد ديت عشان اللي هو يعمل له مثلا ايه اناليسيس. فيا ترى هو هنا بيسال كده، هو سواين بوزيشن كده يعني لاينج فلات، فهو هنا الفيزيشن بيسال عايز ياخد العينه، فيا ترى ياخدها من انه مكان من الاماكن دي؟ سفرينك ريسس، هيباترينال ريسس، ريترو فيزيكال باوتش، والاريكت فيزيكال باوتش، ولا سوبرا فيزيكال اريا. فاحنا في الاول كده هنشرح البريتونيال كافيتي ونشرح اللي هو البريتونيال سيركوليشن والكلام ده عشان ان شاء الله كده نتمكن ان احنا نقدر نجاوب على السؤال ده. فاحنا عندنا اول حاجه اللي هو البريتونيال كافيتي. البريتونيال كافيتي ده عباره عن ايه؟ احنا عندنا مثلا اللي هو البريتونيال ساك عباره عن احنا عندنا اللي هو الايه البريتونيال ساك. البريتونيال ساك ده عباره عن ايه؟ الطبقتين، طبقة بتغطي اللي هو الـ inner part of the abdominal wall اللي هو زي ما احنا بنعلم عليها ديت اللي احنا بنسميها parietal peritoneum، وبارت ولاير بتغطي اللي هو الأورجان أو الفيزرا اللي هي في الأبدومين اللي بنسميها visceral peritoneum. السبيس اللي بينهم ديت بنسميه اللي هو البريتونيال كافيتي. تمام، يبقى خلاص، يبقى البريتونيال كافيتي ده عبارة عن ده الـ space between the visceral and parietal peritoneum. تمام. طيب في الحاله برضو ان احنا عايزين الحته اللي عايزين نركز عليها بيسموه بوتنشال سبيس. نوع بوتنشال سبيس ازاي؟ لو جينا مثلا على سبيل المثال هنا دي مثلا اللي هي الاستومك، فجينا مثلا ادي اللي هو البريتال بريتونيوم وادي الفيسرال بريتونيوم. لو جينا مثلا العيان ده كل وتقل الاكل جامد يعني لحد ما بقت الاستومك فولي ديستندد، فتلاقي مثلا الاستومك تضغط على البريتونيال الكافيتي ده، وبتلاقي ان الفيسكال بريتونيوم حصل له فيوجن مع البريتال بريتونيوم لحد ما الكافيتي لحد ما الاستومك يحصل له كومبليت ايفاكويشن، وبالتالي يرجع الكافيتي تاني. بمعنى صح ممكن نقول البوتنشال ده يعني يقدر يتمدد، يقدر يتاقلم مع الظروف الموجوده فيه. بنلاقي ان البريتونيوم بيتقسم لحاجتين، الليسر بريتونيال او الليسر بريتونيال ساك والجريتر بريتونيال ساك. واحسن حاجه ان احنا نشوفه على الصوره اللي احنا شايفينها كده، ده ادي البريتونيوم، ادي اللي هو الاحمر ده عباره عن اللي هو البريتال بريتونيوم، والبلو ده عباره عن الفيسرال بريتونيوم، والسبيس اللي بينهم ده هو ده البريتونيال كافيتي. فبنلاقي البريتونيال كافيتي اتقسم لتو منطقه لتو منطقتين لمنطقتين كده سيبريت. المنطقه البلو ديت هي ديت عباره عن الليسر بريتونيال ساك، والحته اللي هو البنك ديت اللي هي الكبيره ديت هي ديت اللي هي الجريتر بيرتونيال ساج. بنلاحظ كده ان في بس هي اريا واحده اوف كونكشن اللي هي بنسميها اومنتال ابلويك فورمن، وديت اللي هي الاولي اريا اوف كونكشن بتوين الليسر بيرتونيال ساج والجريتر بيرتونيال ساج. فالقلب الليسر بيرتونيال ساج كوميونيكيت مع الجريتر بيرتونيال ساج عن طريق الاومنتال او اللي هي الوينسلو فورمن زي ما احنا ايه زي ما احنا قلناه. طيب احنا عايزين نعرف هو دلوقتي مثلا ادي كان عندنا اللي هو البريتال بريتونيوم والفيسرال بريتونيوم وكان عامل لنا بريتونيال كافيتي كبير. طيب ايه الحاجه اللي خلت مثلا يكون عندنا كافيتي كده انكلوزد مع نفسه؟ وده بقى بيرجعنا للامبريولوجي. لو اعتبرنا مثلا يا شباب ان ده مثلا ايه اللي هو ادي الدورسال هنا، او ده مثلا اللي هو البوستيرور، وعندنا مثلا هنا انتيرور. في الايرلي ديفلوبمنت كان عندنا الاستومك ما كانتش اللي هي الايه المايله بجنب زي ما هي موجوده عندنا كده، لا ده كانت عباره عن وقفه كده فيرتيكال في الجسم، عباره عن وقفه مثلا كده في السجيتال سيكشن بتاعه الجسم. فكانت كده لو انت مثلا اعتبرت ادي اللي هو الايه الوول قدامك اللي هي الابدومينال وول، فكانت كده تلاقي الاستومك عباره عن ايه فيرتيكال عليه. بعدين اثناء الديفلوبمنت كده بتلاقي ان الاستومك بدات انها تلف ناحيه الرايت. تمام، وهي بتلف طبعا كانت دي ماسكه فين؟ في الدورسال ميزوجاستريم ده من البريتونيوم، وتلاقي كمان هنا من البريتونيوم كمان،
وهي عمالة تلف بتلف كده، راحت قايمة حاجزة سبيس وراه. السبيس اللي حجزته وراها ده هو مين؟ هو ده الليثر بيرتونيال ساك، أو الاسم التاني بتاعه اللي هو الأومنتال بيرسا. خلاص يبقى احنا كده فهمنا الليثر بيرتونيال ساك ده جه منين. طب الجريتر بيرتونيال ساك، الجريتر بيرتونيال ساك هو عبارة عن ريميندر اوف ذا بيرتونيال كاف. يعني لو جينا مثلا ادي البيرتونيال كاف اللي قدامنا ده كله، شلنا الليثر بيرتونيال ساك، يبقى كل اللي موجود الاصفر الباقي ده كله ده عبارة عن الجريتر بيرتونيال ساك. الجريتر بيرتونيال ساك ده بيتقسم لايه؟ بتلاقي مثلا عندنا فيه اللي هو مثلا ادي ريسس وباوتشز، عندنا مثلا اللي هو الايه ده ريسس سفرينك ريسس، تحس كده انه في الاورجن كده، يعني رمى حاجه اكستنشن، ايه رمى حاجه اكستنشن فوق كده، فده بنسميه ريسس. او بنلاقي مثلا دايركت داون وورد اكستنشن كده، ده بنسميها الباوتش. رقم تالت حاجه من الكومبوننت بتاعته حاجه اسمها جاترز، وديت يعني تقريبا ممكن تكون اول مره تسمع عنها. يعني ايه هي الجترز؟ الجتر ديت عامله زي الريسيس وعامله زي اللي هو الباوتش اللي هي موجوده في البريتونيال كافيتي، بس لها كاركترستيك حاجه مهمه جدا. هي ايه؟ اولا كده هي السبيس دي يا شباب، عندنا مثلا ادي اللي هو استيكم، وعندنا ادي الاستنج كولون، فالحته ده هي ده البريتونيال ساك، الحته دي كده هي ديت اللي هي البارا كل الجتر. وزي ما هي واضح من اسمها بارو يعني مثلا بيسايد، واللي هي الكوليك معناها الكولوم، وجتر معناها فيرز اللي هي الحته اللي موجوده دي، فاحنا عندنا رايت وليفت بارا كل الجترز. تمام. طيب الفايده بتاعتهم ايه وبنستخدمهم في ايه؟ هما الكلينيكال امبورتنس دي ان شاء الله هنعرفها في السيركوليشن بتاعت البريتونيال فلويد. فقبل ما نبدا في السيركوليشن بتاعت البريتونيال فلويد، احنا عايزين نعرف هو البريتونيال فلويد ده اصلا بيتكون من ايه. يعني احنا مثلا عندنا ادي اللي هو البريتونيال كافيتي، برايت البريتونيوم، فيسر البريتونيوم، وبينهم بريتونيال فلويد. احنا عايزين نعرف البريتونيال فلويد ده بيجي منين. الثيوريز تتعدد في المجال ده، يعني انت مثلا تلاقي ثيوريز كتير موجوده فيه، بس اشهر ثيوريز اللي انت مثلا ممكن تشوفها اللي هي تقول لك ايه، احنا عندنا مثلا ده عباره عن ليبل ايه اللي هو البرايت البريتونيوم، فبنلاقي مثلا احنا عندنا البرايت البريتونيوم اهوت في بلاد فيزلز، تمام، وعندنا الفيسر البريتونيوم اهوت بنلاقي فيه برضو بلاد فيزل. يقول لك ان السبب الاساسي لتكوين اللي هو البريتونيال فلويد هو عباره عن الهيدروستاتيك بريشر ديفرنس بتوين البلاد فيزل في البرايتال والفيسر البريتونيوم. ازاي؟ مثلا الهيدروستاتيك بريشر زي ما احنا عارفين هو اللي بيعمل بوشنج للبلازما اوتسايد ذا بلاد، اوتسايد ذا بلاد فيزل. تمام. فدلوقتي احنا مثلا لو اعتبرنا في ان مثلا البريشر في الحاله ديت عباره عن مثلا ايه 10 مليمتر مركب في اللي هو البرايت البريتونيوم، وهنا بنلاقي مثلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5، فتلاقي مثلا ان هنا مش الهيدروستاتيك الهيدروستاتيك بريشر هنا 10، فتلاقي مثلا قليل، بس لان المقابل له 5 قليل، فتلاقي مثلا 10 ده بالمقارنة بيه كبير، فتلاقي مثلا اللي هو الفلويد بيقدر ان هو يخرج من اللي هو البرايت البريتونيوم بلود فيزل، ويقدر ان هو يعدي فين؟ يعدي في قلب البريتونيال كافيتي، وبالتالي ده بيسميه اللي هو البريتونيال فلويد. تمام. فده اشهر اللي هو الايه النظريات اللي هو الهيدروستاتيك ديفرنس بتوين البلاد فيزل في البرايتال والفيسرال ايه بيرتونيال. طيب خلاص احنا كوننا اللي هو الايه بتاع البيرتونيال فلويد، عايزين نعرف هو يمشي ازاي. هو دلوقتي مثلا يبقى احنا دلوقتي لما اقول لك هو ايه الاريا اوف فورميشن بتاعت البيرتونيال فلويد، تقول لي اول ذا بيرتونيال فلويد، كل البيرتونيال فلويد ممكن يعمل ايه فلويد. خلاص عشان كده تلاقي ايه، ادي مثلا كل البروتين فلويد بيعمل، وتلاقي مثلا كلهم بينزلوا نتيجه الجرافتي فبينزلوا تحت. تمام. هو المفروض ان مصيره يروح فين؟ المفروض ان مصيره بيروح من الاريا اوف برودكشن لحد الاريا اوف درينج. خلاص انا عرفت اللي هو الاريا اوف برودكشن، هي الاريا اوف درينج بتاعته فين؟ الاريا اوف درينج بتاعته هو تحت الديافرام، عارفين اللي هو سفرينك ريسس اللي احنا اتكلمنا عنه ده، ده في منطقة الليمفاتيك بيزل كتير جدا، وده منطقة الابزوربشن بتاعت اللي هو البريتونيال فلويد. اذا فهدفه ان هو لما بينزل بالجرافتي كده مطلوب منه ان هو يطلع عكس الجرافتي ويطلع البريتونيال، فتلاقي الرحلة شاقة جدا بالنسبة له. بس انت ما تنساش احنا اتكلمنا عن في حاجة اسمها بارا وكل الجترز، فتلاقي مثلا هنا اللي هو البريتونيال فلويد يقدر ان هو يوصل لحد الرايت والليفت بريتونيال اللي هو البارا كل الجتر، ونتيجة الموتيليتي بتاعت اللي هو الكولون اللي على الرايت او على الليفت، فبالله بيعمل كومبريشن لحد ما بيوصل له صف رينك ريسس، وهناك بيحصل له اللي هو الابزوربشن من الليمفاتيك بيزل. هنا برضو نقدر نشوفها عندنا مثلا كده، ده كل ده نزل طبعا اللي هو الارو ده عباره عن دبل هيد، يعني بيقول لك البرودكشن بينزل وبعدين الدرينج ايه بيطلع لفوق يعني، وهكذا زي ما احنا ماشيين كده. فلو جينا مثلا مسكنا ماركر ادي مثلا كله ايه وصل تحت، خدنا مثلا على الرايت تلاقي مثلا بيمشي ويطلع ويطلع لحد ما يوصل لمين اللي هو الصف رينك ريسس بتاعه، فده اللي هي الاريا اوف درينج بتاعته. تمام كده.
نيجي بقى اللي هو الباثولوجي بقى اللي هو الريليتيف بتاعتنا اللي هو الاكسس بيرتونيال فلويد. حاليا بقى يعني ايه حصل بقى ان البيرتونيال فلويد زاد. البيرتونيال فلويد زاد. تاني حاجه معلش يعني عايز اضيفها ان انت دلوقتي الحاله الوحيده اللي بتسهل لنا ان بتاع البيرتونيال فلويد يطلع عكس الجرافيتي عن طريق الباراكول الجتر طبعا ان هو برده خفيف. ازاي خفيف؟ يعني مفيهوش بروتين، يعني يعني مش تقيل، يعني تقدر الباراكول الجتر انها تقدر انها عن طريق البامبس تقدر انها تطلعه، بس لو كان بروتين يبقى الموضوع صعب، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الباثولوجي. فتيجي مثلا اكسس بروتونيال فلويد، لا اما نتيجه بروتونايتس لا اما نتيجه اسايتس. اسايتس زي ما احنا شفناه ده عباره عن ايه، ترانسيوديت، اما بروتونايتس بتلاقي فيه اكسيوديت. تمام. فدلوقتي مثلا متوقعين ايه؟ بتلاقي ان الفلويد ما يقدرش الباراكول الجتر مهما كانت قوتها ما تقدرش انها تعمل بامب لكل الفلويد اللي موجود تحت وتطلعه لفوق، وبالتالي بيحصل له اكوموليشن داون وورد مع الجرافيتي. تمام. طيب وده طيب في الحاله ديت اللي يتراكم فين؟ ده بقى بيختلف على حسب البوزيشن بتاع العيان. تمام. فلو كان العيان سيتنج، كان مثلا قاعد او كان ستاندنج يعني كان واقف، فبتلاقيه ان هو بينزل ويتراكم في يعني ايه في اكتر منطقه منخفضه في البروتونيه. في الحاله دي انتم متوقعين تكون ايه اللي هو السبيس ده؟ صح، هو ده مين؟ ده كانت في ميل، فده الريكتو يوتراين باوتش، ولو كان في رجاله يبقى الريكتو بزايكال باوتش اللي هو المنطقه دي كده. تمام. طيب لو كان مثلا العيان كان سواين، كان فلات بوزيشن كده كان نايم، يبقى دلوقتي مثلا ندور على على ايه، على اكتر منطقتين منخفضتين في الجسم كده يقدر ان البروتونيه فلويد يقدر يروح فيه. فلو رجعنا مثلا للصوره كده، لو كان مثلا العيان فلات يعني كان نايم كده، فتلاقي ان اكتر منطقتين منخفضتين هما تلاقي اللي هما الصفرينك ريسس رقم 2 الهيباتورينال ريسس، عندنا هنا الكدني وعندنا هنا الليفر، فده اسمه هيباتورينال ريسس. بس من رايك كده تلاقي يتراكم اكتر في الهيباتورينال ريسس ولا السفرينك ريسس؟ طبعا هتلاقيك بتقول ان هو الهيباتورينال ريسس. ليه؟ لانه هو اكتر في نقطه منخفضه في البروتونيال يونيك سباين بوزيشن. ده كلامك صح، ان فعلا اكتر منطقه منخفضه في البروتونيال في البروتونيال ديورنج سباين بوزيشن هو الهيباتورينال ريسس، عشان كده هي دي اشهر منطقه ان انت تتجمع فيها. طيب السفرينك ريسس بيتجمع فيها برضه. تمام. طيب في الحاله دي بيدينا مثلا اللي هو الاذر انذر سيمتوم مثلا كده نقدر نركز فيها. لو كان مثلا عندنا اللي هو الايه، ادي مثلا اللي هو الدايفرام. تمام. وعندنا ده اللي هو الايه في الحاله دي مثلا اللي هو الليفر موجود اهوت، وادي اللي هو الايه السفرينك ريسس، الفلويد اتجمع هنا. طب ما احنا عندنا اللي هو الايه الدايفرام اصلا بيتغذى بالايه بالفرينك نيرف، وعارفين ان الفرينك نيرف له موتور اللي هو سي 3 و4 او 5، حتى دايما يقول لك سي 3 4 5 كيب ذا دايفرام الايف. فده كانت اللي هو الايه الموتور سبلاي بتاعه الدايفرام وسنسور لمعظم حاجات تانية زي مثلا اقرب منطقه هنا الجول بلادر. تمام. فتلاقي مثلا ان هو الفلويد ده بيعمل ايه الريتيشن للفرينك نيرف، فتلاقي مثلا اللي هو العيان بيحس بريفيرد بين لمين، للرايت شولدر. فده يعمل لنا اقوى انديكيشن ان العيان ده في الحاله ديت الفلويد اتجمع اكتر حته فين، في السفرينك ريسس. وده زي ما قلنا الهيباتورينال ريسس اكتر حته منخفضه في قلب البرتونيال كافيتي في حاله السباين بوزيشن. يعني لو جه مثلا عيان وقال لنا ان هو مثلا في سباين بوزيشن، ساعتها بنبص لو كان عنده شولدر بين يبقى خلاص نقول له ان هو اكوموليتد في الفرينك ريسس. طب لو كان مثلا قال لنا ما قالش، يبقى نختار الهيباتورينال ريسس عشان هي اللوست بارت اوف برتونيال كافيتي ديورنج سباين بوزيشن. تمام. دي برضو اللي هو حته مثلا كده اللي هي الايه الك ريفيو مثلا ريكاب. فتيجي مثلا ادي عندنا اللي هو الايه، ادي انتيرور، وادي عندنا اللي هو بوستيرور. ولو ان احنا مثلا ده كده قلنا اللي هو سباين بوزيشن، فبتلاقي اللي هو الايه الفرينك ريسس سفرينك ريسس، وادي الهيباتو رينا ريسس. تمام. ده دايجرام برضو كويس جدا بيشرحه، ادي اللي هو السفرينك ريسس وادي الهيباتو رينا ريسس. ده طبعا بالايه بالالترا ساوند، وبيبقى اسمه كمان اللي هو الحاجه اسمها الموريسون باوتش، موريسون باوتش اللي هيباتو رينا ريسس. فتلاقي مثلا ايه، طيب احنا دلوقتي هنجيبه ازاي؟ هنا في المنطقه دي كده ده الليفر، وفي الحته دي كده ده الكدني، فالمنطقه اللي بينهم اللي هو الفراغ اللي هو الاصفر ده كده ده اللي هو الهيباتورينا ريسس او اللي هو الموريسون باوتش، وده اللي بيحصل له فيه ايه اكومليشن. طبعا هنا نفس الكلام، ادي الليفر اهوت وادي الكدني وادي السبيس اللي بينهم اللي هو الموريسون سبيس او الهيباتورينا ريسس. نرجع بقى للكيس بتاعتنا. الكيس بتاعتنا يعني احنا زي ما قرناها كده عرفنا ان مثلا ايه اكتر حاجه فيها كاركترستيك اللي هو الاسايتس، والدكتور عايز يعمل البروتونيال سينثيسيس، عايز يسحب عينه من الفلويد.
وهنا بس عايزين ندور في البرتونيال كافيتي نيدل كان بينسرت تو جيت فلويد وايل ذا بيشنت ان وادانا السوباين بوزيشن. خلاص يبقى سوباين بوزيشن من غير ما اشوف التشويس اللي موجوده قدامي انا بقول سوباين بوزيشن، لا اما هيباتو رينال ريسس لا اما اللي هو الصب رينيك ريسس. تمام الصب رينال اللي هيباتو رينال ريسس او عندنا اللي هو الايه الصب رينيك ريسس. تمام طيب جينا نبص لقينا صب رينيك ريسس تمام تنفع، هيباتو رينال ريسس تنفع، طب ريكت اوف زيكل باوتش سمبرا اوف زيكل اريا لا دول ما ينفعوش خالص. طب دلوقتي احنا اخترنا طب صف رينيك ريسس هيباتو رينال ريسس هو ممكن يجيب لي اتنين اجابتين صح في قلب في قلب الستام. اه معظم اسئله الستام الاكزامينشن بتلجا لكده عشان انت في الحاله دي تختار اللي هو الموست كوركت الكوركت انسر. هو في الحاله دي رايكم ايه؟ فطبعا صح اللي هو الهيباتو رينال ريسس لان هو اللوست بارت اوف بروتينيا كافيتي ديورنج سواين بوزيشن. عايز بس اضيف حاجه تانيه، ديت ابلكيشن مهمه جدا جدا فياريت تفهموها يعني لمين؟ للبرتونيال سيركوليشن. البرتونيال سيركوليشن اهميتها الكلينيكال مش جاست بس ان هي البرتونيال فلويد بيحصل لها مثلا ايه سيركوليشن وبره كل الجاترز او الكلام ده، لا احنا لو رجعنا مثلا لليوبليزيا اللي هو الكانسر مثلا وشفنا الروتس اوف ميتاستاسيس يعني الميتاستاسيس بتاعت الكانسر اللي هو الكانسر يروح مثلا مكان بعيد عن الاورجن بتاعه هتلاقي ثلاث نقط عندنا مثلا، لا اما يلجأ عن طريق البلد لا اما عن طريق الليمفاتيك لا اما رقم ثلاثة عن طريق ايه ترانسيسترومك. ترانسيسترومك ده يعني ايه يا شباب؟ ترانسيسترومك ان هو يخترق اللي هو البريتونيال كافيتي، وده ساعة ما نقول يخترق البريتونيال كافيتي فاحنا دلوقتي كده بندور باللي اشهر حاجة اللي هو الاوفيريان كارسينوم. احنا عندنا الاوفري الاوفيريان كانسر دايما بيلجأ ان هو يخش يعمل اختراق للبريتونيال كافيتي ودانه طالع فوق. طيب احنا دلوقتي مثلا عايزين نعرف هو احنا هندور على الكانسر ده ازاي؟ هل هو لما بيخش كده بيخش ارتباطا وخلاص؟ لا، لان في سيركوليشن في حركه دائريه شغاله في قلب البروتينيوم فلازم الكانسر هتلاقيه ماشي فيها. فلو انت مثلا ذكي وعايز تدور على الكانسر دور معاه في السيركوليشن. فزي ما احنا شايفين اهو لقينا مثلا ايه اللي هو ستيب 1 ديتاتشمنت اللي هو حصل ايه ووصل كده، فساعه ما وصل لقى القصاير لقى الفلويد بيحصل له ايه موفمنت وماشي ناحيه البره كل الجدار وطلع تحت فوق الصف رينيك ريسس. اذا فانت تحاول تدور عليه في قلب البره كل الجدار في قلب النورمال سيركوليشن بتاعه اللي هو البريتونيال فلويد، ما تروحش تدور عليه في المنطقه ده فين؟ ده في الايرلي ستيج. تمام يعني في الاول كده لو انت عايز تلحق العيان، طبعا انت لو سبت العيان بقى الاخر خالص لحد ما الايه البريتونيوم كله بقى كانسر فساعتها لا انت مش هتدور عليه، انت مسافه ما تفتح اللي هو الابدومينال هول في حاله الاوتوبسي بقى ان شاء الله كده الله يرحمه، فهتلاقي مثلا زي ما انت شايف كده وبيسموها في الحاله ديت اللي هي الاومنتال كيكنج، تبقى عامله زي الكيك قدامنا كده. طبعا الانتستن طبعا البريتونيوم كله دلوقتي بقى فيه كانسر، اما لو انت كنت عايز تلحقه من الاول كان زمانك اللي انت رحت دورت عليه في النورمال باث بتاع ايه بتاع اللي هو البرتونيال سيركوليشن. فده كانت الكلينيكال امبورتنس بتاعتها، فياريت ان انتوا ايه تركزوا عليها. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بشكركم جدا على الاستماع بتاعكم، ياريت تكونوا فهمتوا، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.